السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معالية غيداء المصري من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة، وحصتنا اليوم مع الصف الثامن بمادة الجغرافيا والجزء الأول للدرس الأول العوامل الطبيعية. درسنا بيتحدث عن المقومات والعوامل الطبيعية اللي بتأثر على توزيع السكان ونشاطهم الاقتصادي. يعني يا تامن، في عندي مناطق بشوف فيها تركز السكان عالي، مناطق بيكون فيها أعداد السكان قليلة، مناطق بيكون فيها النشاط الاقتصادي السائد زراعة، مناطق أخرى صناعة أو تجارة أو صيد أو حرف. هذه كلها بترجع للمقومات والعوامل الطبيعية. ومن هاي المقومات والعوامل الطبيعية عندي أشكال سطح الأرض، المناخ، التربة، النبات الطبيعي. اليوم رح نتحدث عن نوعين للمقومات. في البداية رح نبلش بأشكال سطح الأرض، وتقسم أشكال سطح الأرض لكل ما على الأرض من أشكال وتضاريس: سهول، جبال، هضاب، أودية، مسطحات مائية. في حصتنا اليوم رح نتحدث عن ثلاثة اللي هم السهول والجبال والهضاب. بداية، السهول هي عبارة عن أراضي مرتفعة وواسعة، إذا هي مناطق شاسعة مستوية، سطحها مستوي، ما في عندي انحدارات أو مرتفعات وهي قليلة الانحدار. عندي ثلاث أنواع للسهول: الساحلية وهي المحاذية للبحار والمحيطات، السهول الفيضية وسميت بالفيضية لأنه الأنهار لما تمتلي بالماء بتفيض على هاي السهول فسميت بالفيضية نسبة إلى فيضان الأنهار إلها عليها عفوا. وتمتاز هاي السهول بخصوبتها وتربتها، تعتبر غنية وتزدهر المناطق هذه بالزراعة. وحكينا عن في التاريخ عن حضارة وادي الرافدين ونهري دجلة والفرات، قلنا كيف المنطقة اللي حواليها هي منطقة خصبة بسبب الأنهار اللي هو نهري دجلة والفرات. ثالث نوع هو عندي السهول الداخلية، وهي سهول بتكون بعيدة عن المسطحات المائية، يعني داخل البقعة الجغرافية وما بتكون قريبة من أي مسطح مائي. ومن الأمثلة عليها سهول إربد عندي في الأردن. نتحدث عن أول شكل، هلأ بنحكي عن ثاني شكل وهي الجبال، وهي عبارة عن أراضي مرتفعة عكس تماماً السهول. السهول أراضي مستوية، لا الجبال أراضي مرتفعة ولها قمم وسفوحها منحدرة. الهضاب اللي هو النوع الثالث، والهضاب عندي بتجمع بين خصائص الجبال والسهول، فهي أراضي مرتفعة مستوية السطح لكن جوانبها شديدة الانحدار. إذن هي بتكون على ارتفاعها لكن مستوية السطح وجوانبها منحدرة. الآن نتحدث عن العنصر الثاني وهو المناخ. المناخ يمثل حالة الجو لمنطقة ما خلال فترة زمنية معينة. هل بيحدد عندي حالة الجو تفاعل عناصر المناخ مع بعضها البعض اللي هو الحرارة والرياح والرطوبة والضغط الجوي والأمطار. وأهم عنصرين من عناصر المناخ اللي بيأثروا في باقي العناصر هو الحرارة والأمطار. هلا في عندي أمور بتأثر وعوامل بتأثر في المناخ. بهاي الحصة رح أتحدث عن عاملين اللي هم الموقع الفلكي والتضاريس، والحصة الجاية رح نكمل باقي العوامل مع تكملة شرح الدرس وحل أسئلة الدرس. العوامل اللي بتأثر في المناخ: الموقع الفلكي والتضاريس، ويقصد بالموقع الفلكي القرب أو البعد من خط الاستواء. نعرف إنه منطقة خط الاستواء بتكون الشمس فيها عمودية، ففيها تسجل أعلى درجات الحرارة، وكلما اتجهنا شمالا وجنوبا بتقل درجات الحرارة مع الوصول إلى الأقطاب، إنه ما بيكون في عندي وتكون مناطق ثلجية وباردة حتى وصول القطب الشمالي والقطب الجنوبي. العامل الثاني التضاريس، وبتأثر التضاريس في المناخ من حيث القرب أو البعد عن مستوى سطح الأرض. ففي عندي المناطق اللي على مستوى سطح البحر بتكون منخفضة الحرارة ومنخفضة الضغط الجوي، أما المناطق اللي بتكون مرتفعة عن سطح الأرض والمناطق المرتفعة المناطق الجبلية بيكون فيها الجو بارد، في عندي أمطار، في عندي ثلوج. بهيك بيكون أنهيت أنا الجزء الأول من درس اليوم. الحصة الجاية رح نحكي نكمل عن العوامل اللي بتأثر في المناخ، عندي كمان عاملين، ومنكمل بقية الدرس مع حل أسئلة الدرس. يعطيكم العافية تامر.